مفتاح ملعوب القائم الثاني راسية واخر. مقابلة لحد الآن جميلة جدا في انتظارات الكرة الخطيرة السريعة. مباركي يحاول مباركي المهارة من هناك اختبه مشروع ولكن يوجد الطريق. محاولة من بوشمة بالليلي يحاول بالليلي المرور يحاول المرور ولكن تغطية دفاعية والحكم يقول إلى ضربة ستة أمتار وليست ضربة جزاء. سنشاهد ونتأكد. نظن محمد جمال نظن ضربة جزاء نظن ضربة جزاء شرعية لأنه لا. المدافع ما قاش الكرة وقاس رجل تيجة الأخيرة. عبيد من هناك ربما عبيد في هذه الكرة يحاول عبيد دخول خطير عبيد هناك خطأ يقول الحكم لدفاع فريق اتحاد الجزائر وعبيد. شوف انطلق ومن بعد شاف الفجوة دخل ما بين اثنين هذه مهارة يعني وكذلك يعرف انه قوي جدا ومهاري. مرة عصيبا على فريق اتحاد الحراش لم يحقق هذه المباراة كما ينبغي. هناك كرة هناك يتوامر يا في مرمى زيماموش كرة ثابتة خطيرة ملعوبة بطريقة يحسن التصرف. شوف هنا يعني طريقة شاف جيدا تمركز اللاعب عبيد محمد لبيب بالليل يحاول لسكر من هناك سكر خطير سكر خطير سكر بالليلي بالليلي أمام لاعبين أمضى أمضى بالليلي والبطاقة الصفراء تدخل كان واضح من بالليلي. يغادر محمد يوسف بالليلي كودري هناك خطأ تدخل لأنه فيه لعب خشن وخطير على المنافس. هنا نظن يستحق كذلك بطاقة صفراء. أنا أتساءل فقط هل ممكن يحاول وهناك ما بعيدة بوشمال والحكم السيد